شركة تقدم للصناعات الدوائية تي كيو فارما تأسست في سنة 2006 على مبدأ الجودة الشاملة، بحيث تقوم بتوفير الدواء ذو الجودة عالية وبسعر مناسب للمريض. شركة تقدم للصناعات الدوائية حصلت على شهادة الجود مانيفاكتشر براكتس سنة 2010، وكانت الانطلاقة الفعلية سنة 2011. طبعا شركة تقدم توسعت بشكل كبير خلال من سنة 2011 لحد الآن، بحيث أصبحت تغطي تقريبا 23 سوق بين موزعين بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا. كما تستخدم شركة تقدم للصناعات الدوائية خدمة جوسكان، والتي تقوم تقديم للبيانات خدمات وصفية دقيقة ومنظمة وتقديمه على المنصات العالمية وحصوله على شعار موثق باي جي اس 1.